قديش صعب حتى لما يكون في رجال، يعني هذا ما بعتقد مع المساواة الشيخ يعني، بس عم يحكي عن شيء موجود بالدين، حتى هو وشيخ عم يحكي عن الموضوع كتير صعب نصدق انه في مكان للنساء انه يكونوا مش شغلتهم الأساسية هي الطبخ والتنظيف إلى آخره. فكيف إذا عم نحكي عن نسويات عم يقولوا إنه هيدا الشيء موجود بالدين؟ يا جماعة بدنا نطبقه، إذا هالقد مهتمين بتطبيق الدين ليش بس بتطبقوا الأمور اللي بتتعلق بمصلحة الرجال؟ ليش بتنسوا الأمور اللي بتحكي عن المرأة؟ J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. سارة أدورة، Welcome to Saturday. Thank you. سارة، أنت ناشطة نسوية فلسطينية عايشة بلبنان وبتقدمي برنامج اسمه حكي نسوي، أنا كتير بحبه. أنا كمان شفته هذيك مرة and I was like كتير حلو البرنامج لأنه بتحكي عن مواضيع نسوية بس ما بتحكيهم بشكل clinical أو medical، بتحكي كأنه conversation، كأنه أختي كبيرة أو إذا أنا عم بستشير أختي الكبيرة بدها تحكينا عن هيك مواضيع تسمع عليها يعني بتسقط هذا الحاجز اللي عادة بيكون شوي بيخوف خاصة عن هيك مواضيع. So حتى للرجال، حتى للرجال خاصة للرجال بخوفهم لا يكون يحب البرنامج يعني كتير كتير منيح. So شكرا for coming here. و منحكي our pleasure، منحكي عن عدة مواضيع. أول موضوع بعتقد كتير مهم اللي هو النسوية و تعريف النسوية، لأنه بعتقد هالأيام في ما فزا في عدة definitions، بس في عالم بتعتقد أن النسوية هي عقيدة، في عالم بتعتقد أن النسوية هي طريقة تفكير، في عالم بتفكر أنه هي حركة. سؤال لك، كيف أنت بتشوف النسوية وكيف منعالج كل هول المصطلحات؟ بعتقد العالم بتلخبط بين كيف فينا نعرف النسوية على أي درجة، لأنه هي نسوية فعلياً شيء كتير أكبر من أنه نحصره بفكرة مثلاً المساواة بين الرجل والمرأة. بلشت كطريقة لتحليل وفهم المجتمع وفهم القمع على أجساد النساء بشكل خاص. من هون انطلق بأنه عم نفهم أكتر من وين إجت الأبوية، من وين إجى الظلم والاضطهاد، بنفس الوقت عم نحاول نخلق أدوات لنحارب أو نقاوم هولي الأنواع المختلفة من الاضطهاد والقمع. فالنسوية طريقة تحليل، وبنفس الوقت عم تعطينا أدوات بناء على تجارب الأشخاص، أنه مجموعات نسوية أو نساء بأماكن مختلفة عندهم تجارب على كيف بقاوموا ثقافة الاغتصاب، كيف بقاوموا تسليع أجساد النساء، كيف بقاوموا التحرش إلى آخره، المساواة بالأجور. وبنفس الوقت فينا نفكر فيها كنوع من أسلوب حياة، أو فيها تعطينا inspiration شوي لكيف منعيش حياتنا، مش مثل الدين عم يحدد يعني شو منعمل وشو الصح وشو الغلط، بس أكتر مثل أنه عم تعطينا قيم معينة فينا نستخدمها لنعرف كيف منعيش حياتنا بطريقة عادلة تجاه أنفسنا وعادلة تجاه الآخرين كمان بنفس الوقت. حكيت عن النظام الأبوي اللي هي الباترياركي، بدي أعرف شو قصدك بالنظام الأبوي؟ هو خاصه بالبي ما خاصه بالبي؟ كيف بتعرف عنه؟ هو البي بكل عائلة ضد الأباء. إيه هذا أكتر سؤال يمكن ضد البابا. أنا نعرف على كثير مصطلحات اليوم. إيه أكتر شيء إنه بيجي كومنتس يمكن إنه طب إنه بي كتير منيح معي هيك إنه ما خص الموضوع. إيه بس هو النظام الأبوي هو فينا نفكر فيه كنظام والثقافة والمؤسسات الموجودة بالدولة منعيش فيها، أو مؤسسات التعليم، الطب إلى آخره، يلي تاريخياً الرجال كانوا هني يلي عندهم سلطة فيها. والشكل المصغر لإلها هو العيلة، لهيك بنستخدم هلأ باترياك، جاي من باترياك أكتر، الرأس تبع الكنيسة. بنفس الوقت بيعبر أكتر عن الحد اللي عنده سلطة عادة بمكان معين، وبالعيلة هو الأب. بس ما بتوقف بس على أنه الأب، لأنه في كتير عيال بلا أب، وفي كتير أماكن الأشخاص يلي عندهم سلطة منهم رجال أساساً.
فكمان فينا نوصفها كتير نسويات فكروا فيها أنه هي أي نظام بيكون الشخص القوي فيه اللي هو عادة بيكون رجال جسدياً لنقول، بس أي نظام القوي فيه هو يلي بحدد القوانين وبحدد أسلوب الحياة وبحدد شو العالم تعمل وكيف تتصرف إلى آخره، أو قراءة نصوص دينية مثلاً. أو قراءة نصوص دينية. فدايماً لما يكون في أشخاص عندهم قوة وسلطة معينة عم يفرضوا عم يفرضوا هيدا السلطة على الآخرين، أو عم يستخدموا هالسلطة ليعملوا نوع من العنف على الآخرين، فينا نسميها سلطة أبوية أو نظام أبوي. منقول مجتمع أبوي. بيقولوا منقول كمان مجتمع. مجتمع ذكوري، مجتمع أبوي. سوري بالفرنسية، سوسيتي باتريارخال يعني. هيك مش بس إنه سلطة، التفكير. صح، وتحيز كمان. تحيز وتمييز ضد الأشخاص المهمشين عادة، يلي هن تاريخيا كانوا النساء أو الأشخاص السود أو الأشخاص الكوريين المثليين اللي عندهم إعاقات. يعني أي نظام سلطة فيه تمييز تجاه الأشخاص المهمشين عم يفرض سلطة أبوية جوهريا يعني، وخاصة بالعالم العربي أكثر من الغرب، حتى إذا عم نرجع له شوي شوي مثل مستعمله كنموذج. إيه لا أنه حسب يعني بحس أنه السلطة الأبوية كتير إلا different manifestations أو تجليات مختلفة. فيني شوفها بالمؤسسة الطبية مثلا بأمريكا مثل ما فيني شوفها هون، يعني أنه بس روح على مستشفى هونيك، وإذا أنت مرة أو بالأخص مرة سودة لنقول وما عم تنسمع الشكاوى تبعك وما عم تنسمع مواجعك مثل ما عم ينسمع رجال أبيض، هيدا لأنه في نظام أبوي موجود، ولو أنه هو منه شيء كتير واضح أنه في عنا عدم مساواة، بس بعدها في أفكار وثقافة معينة بتنظر للعالم وتنظر للمجتمع من منظور الرجل ومن منظور الحدا اللي عنده سلطة أكتر وعنده صوت أعلى. يعني كتير في تنوع بالنسوية، في نسوية اشتراكية، ليبرالية، راديكالية إلى آخره، كلهم بيفهموا النظام الأبوي، بيفهموا الاضطهاد من مكان معين، وكلهم الطرق يلي بالنسبة لهم بحلوا هاي المشاكل مختلفة. ففي كتير اختلاف بالنسبة لي، باخد الأمور اللي بقتنع فيها من هالأماكن المختلفة، بنتمي أكتر لليسار، بنتمي أكتر للنسوية الكورية أو الاشتراكية الآخره. وبالنسبة لألي النسوية هي حركة تحررية بالنهاية، حركة ما بتستحي تقول أنه في شيء غلط وبدنا نغيره، بدنا نقتلعه من جذوره، وبتشمل وبتتماهى وبتحضن داخلها كل الحركات التحررية يلي إن كان خاصة بحقوق العمال أو حقوق اللاجئين أو حقوق الأشخاص يلي عندهم إعاقات، الكويريين إلى آخره. لأنه بالنهاية النسوية المفروض عم تطمح ليوتوبيا معينة، مكان فيه عدالة، والسلطة فيه مقسمة بشكل مجتمعي بدل ما يكون جاي من الصورة الرمزية للأب، يعني الحدا اللي عنده قوة أكتر. فهيدي هي كما بدي حكيت شوي عن النسوية الراديكالية. أنا بعتقد لما بدك حيالة تغيير اجتماعي لازم يكون في حركة راديكالية تغييرية بدها تاخد كيف لما يكون في pendulum swing، يعني شي بيروح مشمل لليمين، بدك هذه الحركة الراديكالية تتعالج أزمة معينة بالمجتمع. ف لما يصير في هذه الردة فعل رح تغير المجتمع، بس كمان لازم يكون في خط وسطي، right؟ انه ما فينا نكون كل وقت راديكالية رح ياخد نموذج ثورة مثلا، ما فينا كل وقت ننزل نقول الشعب يريد اسقاط النظام، لا، ما نحول هذه القضية على شغل سياسي منظم هادف بيعالج المؤسسات، بيزبط المفهوم دور المرأة مثلا بالمجتمع. بس صار النسوي الراديكالي عنده كأنه طبع سلبي هالأيام. بعتقد العالم بتلخبط شوي، بعتقد منه كتير مفهوم شو يعني نسوية راديكالية لأغلب الأشخاص يلي بيستخدموها كشي سيء. بس هي راديكال فينا ترجمة أزبط لجذري،
يعني من الروتس من الجذور. فهي سميت جذرية أو راديكالية مش لأنه تعتبر متطرفة، بل أكتر لأنه شافت أنه الحل هو بأنه نروح لجذر أو المشكلة. للروت تبع المشكلة، واللي هو بالنسبة لألون النظام الأبوي. بالنسبة لألون النظام الأبوي موجود، دايما كان موجود، وبدنا نهدمه كليا. ما فينا يعني ما فينا نفوت ضمن النظام لنقول مثلا نسويات الليبراليات أكتر بفكروا أنه هذا النظام موجود، كيف فينا نحقق مساواة للنساء والرجال من داخله، كيف فينا نوصل نساء للحكومة أو البرلمان، أو كيف فينا نحط نساء بمناصب عالية ونشوف باسز ونشوف CEOs وكل هالخبار ونعمل قوانين مساوية يكونوا عندهم زيت المعاش وكله بالزبط. حول القوانين صحيح يعني. أكتر بالضبط إصلاح ريفورم كل هالخبار. النسويات الجذريات عم يقولوا أنه هو الموضوع منه موجود على القانون، هو موجود أكيد القانون جزء منه، بس هو موجود بالمجتمع، موجود بالثقافة بالاقتصاد بالطب بكل المؤسسات هيدا، ولازم يكون في تغيير شامل للنظام. هيدا أكتر راديكالية، ومش بأنه تطرف قد ما أنه نوصل لمحل جذري. بالنسبة لألي بختلف معهم بأمور معينة، لأنه هن شافوا أنه يعني النسويات الراديكال شافوا أنه في هوية معينة للمرأة هي سبب اضطهادها كل هالسنين، وكل تجارب النساء هي بتشبه بعضها، وهيدا شيء ما بوافق معه ابدا. وبلاقي انه النظام الابوي منه موجود ان فاكيوم، مش موجود هيك بفراغ، هو مدعم من قبل الانظمه الاقتصاديه اللي عايشين تحتها، مدعم من قبل العنصريه، مدعم من قبل كتير قصص تانية. الجندر هو اسبكت كتير مهم منه، بس مش هو الأسبكت الوحيد. ما فينا نتطلع على غياب العدالة بالمجتمع ونفكر أنه بس كوني مرأة هو الشيء اللي بيجعلني مضطهدة، لأنه فيني يكون مرت وزير، فيني يكون وزيرة، فيني يكون مع كتير مصاري وتجربتي مختلفة كلياً. ما بيعني أنه ما عندي ما بنقمع بأماكن مختلفة، بس تجربتي مختلفة كلياً من حدا مثلاً من بنغلاديش عم ينظف بجامعة ومنعزل عن أهله. هل بقول أنه أوكي أنا مضطهدة أكتر منه لأني مرأة؟ يعني في كتير عوامل بتتقاطع مع بعضها بتشكل تجاربنا نحنا وشو أنواع القمع يلي عم نتعرض له، ما فينا اختزلها بس بالجندر أو أني كوني مرأة أو لا. هل بتعد أنه الحركة النسوية ما عرفت تغيرت من مثلا الثمانينات لهلأ صار وجه يعني غير، ما بعرف كيف بدي أشرحها، بس الفيمينيستس من قبل مش مثل الفيمينيستس هلأ، معك؟ بتلاقي في فرق بين الاثنين ولا بعده عزيز السياق؟ هو دايما في يعني كنسويات في كتير تيارات، في كتير يعني مننا عم نشتغل على نص معين مقدس بحدد شو يعني نكون نسويات. هو شيء مبني على شغل لأشخاص من أكتر من 1000 سنة عم يفكروا إنه ليش في اضطهاد وليش في قمع وليش المرأة محلها بالمجتمع عم يكون هالقد واطي ومدعوس وما ينسمع صوتها. طريقة التحليل مثل ما قلت بالضبط. فعلى اختلاف البشر في اختلاف للتحليل إنه من وين جاي هيدا الأمور وكيف فينا نحلها. وكمان مع الزمن تغيرت كتير أمور مختلفة، يعني في مكاسب أو وينز أخدوها النسويات ببلاد مختلفة. كمان تغيرت الثقافة، يعني بالسبعينات والثمانينات والستينات صار في ثورة جنسية حول العالم. بنفس الوقت كان في ثورة عم بتصير خاصة بالحقوق المدنية للسود، كان في ثورة عم تصير على الحرب ضد الحرب بفيتنام، كلهم صاروا بذات الوقت يعني. كلهم صاروا يعني والهيبي لاف وكل هالقصص يعني اللي كانت عم بتصير. great time to be alive for many people. فإنه كتير تغير شكل العالم من وقتها لليوم، وكمان تغير الشغل يلي نعمل، الدراسات الأكاديمية اللي انعملت، وبنفس الوقت التنظيم يلي انعمل حول العالم، وشكل الاضطهاد تغير. يعني
بالثمانينات كانت العالم عم تموت من الاتش اي في والايدز، المثليين بشكل خاص بامريكا كان موجود هالوباء، وكان مثلا الرئيس وقتها عم يقول انه ما بدنا نمول وتصطفلوا وتموتوا الى اخره. اليوم صرنا بمحل صار في زواج مثليين بامريكا، وفيهم يتبنوا وفيهم يعملوا عائلة، وريسبكتبل كتير انه تكوني عم تشاركي بعائلة كحدا مثلي. فهل هيدا بيعني انه بطل في اضطهاد للمثليين؟ ما بيعني هيك، بس بيعني انه اشكال الاضطهاد اختلفت شوي، لانه النظام الاقتصادي عم يختلف، الثقافة عم تختلف، بس بنفس الوقت العالم اللي نحن عايشين فيه بيعتمد على انه دايما يكون في حدا عم يستغل وحدا مظلوم وحدا عم ينقمع ويعيش اشخاص تانيين على حساب هيدا القمع. ف أكيد تغيرت النسويات لأنه تغيرت الأمور يلي عم يطلع فيها شكل هيدا الاضطهاد، تغيرت المشاكل وأشكالها، بس ما بيعني أنه تغير أنه انقلب النظام أو صار. وأصلاً هيدا الثورة الجنسية اللي صارت بالغرب ما كتير أثرت على العالم العربي. اليوم عم نشوف شوي تغيير، بس إنه صار في هيك بالسبعينات، يعني من 50 سنة يا ماما، السبعينات من 50 سنة إيه، ونحنا بالعالم العربي ما لحقنا أبداً. يعني دور المرأة ومحل المرأة بالعالم العربي ما إنه مثل محل المرأة بالغرب. عم بتحسي اليوم إنه في شيء عم بيتغير بالعالم العربي؟ عم بيصير في الأصوات صاروا عم بينسمعوا أكتر، الإنترنت صار more accessible للناس، في ناس مثلي كام تحكي، في ناس مثل ساندرين عطلة، في الكوليكتيف تبع موج، يعني صار في كتير، مش بس هن، يعني أنا عم بحكي هلأ عن لبنان، بس عم بيصير فيه تغير، بيقولوا تغيير بالعالم العربي، وخاصة من بعد الربيع العربي ب 2011، من 10 سنين. بعتقد بس قبل انه بالفترة اللي كان عم يصير فيها الثورة الجنسية برا، صعب نحكي انه هون ما كان عم يصير فيه شيء، لانه فعليا الشغل اللي كان عم ينعمل كان موجود هون، حتى على أمور خاصة ب، يعني حتى نحنا فينا نحكي إنه بالعالم العربي الحكي عن الجنس أسهل كان بفترة معينة من الحكي عن الجنس بأماكن غربية، لأنه وبعتقد هيدا الشيء انفلونس شوي من إنه الدين الإسلامي تعامله مع الجنس مختلف كلياً عن الكاثوليك أو ديانات تانية أكتر popular برا، بغض النظر انه هو بيعمل ديسيبلينينج او بينظم الجنسانيه، بس بيحكي عنها، منا شيء بس للانجاب، هو شيء كمان للمتعه. مين قادر يكتب عن هالقصص؟ هيدا بتفرق طبعا، بس بنفس الوقت عم نلاقي التغيير مش بس بمنطقتنا، كمان بالعالم. يعني كنا عم نحكي عن قصة الميتو، فينا نحكي عنها بعد أكتر بعدين، بس قصة الثورات العربية مثل ما ذكرتي فتحت مجال لكتير أصوات وكتير قضايا تطلع على السطح بشكل كتير جميل. يعني هو شوي محزن كيف القصص بعدين صارت عم يتعامل معه، بس الفكرة انه دايما كان ينحكى هيك نظريا انه المرأة، سوري، الثورة انثى، والمرأة دورة كتير مهم ببناء الأجيال وإلى آخره، بس لما نزلنا على الشارع او نزلوا الشعوب المختلفة على الشارع من 2011 لليوم، انه لا، مش الثورة انثى شيء رمزي، لا، ال ومن وجود المرأة هو شيء غريب أو أنه بيحتاج احتفال، لا، المرأة موجودة عم تتأثر بهول القوانين، إذا مش أكتر، يعني عم تتأثر بهالنظام، هي اللي بتنضرب أكتر شيء لما يكون في قوانين مشحفة اقتصاديا سياسيا إلى آخره. فوجودنا كنساء ووجودنا كأقليات جنسية، حتى كأشخاص مش بالضروري بينتموا للبلاد يلي عم يشاركوا فيها، هذا الشيء فتح مجال لأنه نحن بمكان مش التلفزيون هو اللي بيحدد شو اللي عم يوصل للشعب،
نحن بمكان صار فيك تحملي تسجلي تفتحي لايف على الفيسبوك تنزلي على تويتر على انستغرام you connect to everyone around the world and it's great. فبطلنا عم نعتمد على الميديا التراديشنال قنوات التي في اللي موجوده عنا انه هي توصل لانه فيها تصور بارت من البروتست اللي عم بيصير وما تجيب لك شو عم بيصير ورا. فلهيك صرنا نشوف اكثر عن جد قديش نحن كنساء وكاقليات موجودين بالشارع ولو الميديا ما عم تصورنا نحن فينا نوصل صوتنا. وكمان هيدا الشيء فتح يعني كتير هيك بفكر بقديش حلو الشيء اللي غيرته 2011 والثورات اللي صارت من انه فجأة صار عنا نحن كعالم عربي مساحة من الأمل يلي حسستنا انه ولو حتى فشلت هالثورة او فشل هالحراك الى اخره بس عن جد فينا نعمل عن جد فينا بس ننظم وبس ننزل على الشارع وبس يعني نعمل أي نوع من الحراك فينا نقلب بلد وفينا نحكي عن يعني مثلا هون بتذكر بلبنان إنه الواحد كان يخاف على الحواجز يمرق إذا معه شيء أو صاير شيء أو في كتير هيبة للدرك وفي كتير هيبة للدولة فجأة تغيرت كلياً من وقت 2019 لهلأ لما تصير بتفكر بأنه ولو أنه أنه من 2019 لهلأ تغيرت علاقتنا مع المكان اللي نحن عايشين فيه نفس الشيء صار بالعالم العربي يعني الأشخاص علاقتهم مع المحيط ولو في قمع ولو في اضطهاد وسجن وإلى آخره خلص عملنا هيك استابلشمنت انه في امور معينة ما فينا نسكت عنها بقى والانترنت ساهم بهالشي بشكل خاص للنسويات أكيد. اذا ما بعرف اذا تبعته بال2019 مثلا انقتلت اسراء غريب وهي صبية فلسطينية بفلسطين انقتلت على يد عائلتها وكانت وقتها قضية شرف وقتها صديقتها حكيت مثل فعلت انه على تويتر انه يا جماعة رفيقتي ماتت ما حدا عم يحكي عنها بعتقد انه اهلها قتلوها هو كان مضبضب الموضوع من العائلة وانه هي نطت من المستشفى اللي كانت فيها وليش كانت بالمستشفى اساسا وفجأة نسويات من كل العالم العربي بالأخص من الخليج يعني النساء اللي بالخليج ليش بدهم يفكروا أنه أنا شو خصني بواحد بفلسطين you know؟ ففجأة صار في هيدا الهاشتاج اللي طلع أنه لإسراء غريب وعم نحكي عن جرائم الشرف وصار ترند والعالم عم تكتب مقالات وعم تحقق مع أهلها يلي كانت مضبضة بالقصة كلياً لأنه فاينلي صار في بوش أنه صار في تحقيق وانحبسوا لفترة معينة وصار في محاكمة إلى آخره ومن وقتها صار إنه كل أسبوع عم يطلع هاشتاج هيدن قتلت بالشرف هيدن حبست من وراء أهلها هيدي إنه فجأة صار في شعور بإنه أوكي we have the tools وفينا نعمل شيء فينا نحرك شيء وهيدا الشعور ما كان موجود قبل هيك صار ب 2014 بلبنان كمان لما انقتلوا منال عيسى وعدة نسوان ببيوتهم من وراء جوازهم نزلنا على الشارع لأنه ما توقفوا ما تحيكموا وأكيد إذا عنده واسطة وهذا طلع من هون وهيدا كهرب وهيك نزلنا على الشارع وقدرنا نقطع قانون ضد العنف المنزلي يعني فينا لما بتشوف ايه ضغط بيمشي ضغط بيمشي لتغير قانون هلأ في كتير قوانين بعد ما انطبقوا ولما بترجع إلى ورا لما بتشوف قوانين أنا بعرف بلبنان يعني نطرنا كتير سنين لنوصل على قوانين طبيعية كرمال حقوق المرأة بس إنه الضغط بيمشي وتضامن بين النساء كمان بيساعد يعني. عندي سؤال ليه انقتلت إسراء؟ انقتلت القصة المعروفة هي إنه تصورت مع خطيبة سيلفي وهن كانوا تركين انه هيك في شيء انه هو منه اوفيشلي شريكه وتصورت ونزلتها اونلاين وحدا بعتها ل انه هو الشرف اسهل تهمه فينا نزل فعليا ما بحاجه ل
لدليل أو ما بحاجة لحدا يكون عامل مارس الجنس يعني. طب جريمة الشرف إلا طبع ديني؟ موجودة قبل، موجودة قبل الأديان يعني، لأنه فكرة الشرف بحد ذاتها مرتبطة أكثر ب أنا ملكية مين، جسدي ملكية مين، وهذه فكرة موجودة قبل ما نحكي عن الأديان يلي بنعرفها. لأنه لما بلشنا نفكر ب النساء كممتلكات إلى حد ما للأزواج وللعائلة تبعتهم كمان، بلشنا نفكر إنه البي لما بده يعطي بنته لحدا عم يعطيها، عم يعطي، عم يزوج بنته لرجال لأنه بده يعطيه مرأة تخلف الأولاد، يكون عندهم أرض بدهم يمرروا هالأرض للأولاد. بدنا نتأكد يعني. إيه بدنا نتأكد إنه هذه المرأة ما عندها ممارسات جنسية تانية، لأنه ما كتير يعني ما كتير كنا عم نفكر بإنه كيف بتأكد أنا إنه هول ولادي فعلًا وبدي مرر لهم الأرض تبعي وبدي اهتم فيهم وأصرف عليهم وكل هالقصص. فبدي المرة اللي بتجي لعندي لا يكون ما حدا يكون بيسة بيقوله بيستمع إلا أمه، إلا أمه ما تكون عم تروح هون وهنيك. ففكرة الشرف كتير متعلقة بالتملك وإنه نضمن إنه النساء ما عم يكونوا عم يمارسوا الجنس خارج المتوقع منهم يلي هو بشيد عائلتهم وأهلهم إلى آخره. فسبقت الأديان فرشور، وبعتقد حتى علاقة الأديان معها يعني شوي حاولت الأديان الإبراهيمية على القليلة، مسيحية وإسلام بعتقد أنه ما بعرف أكشن عن المسيحية كتير، بس الإسلام على الأقل حاول أنه يخفف من جرائم الشرف إلا بوجود يعني أدلة، والمحاسبة بتكون للرجل والمرأة مش بس للمرأة يعني اللي اتهمت بالشرف، وبدي يكون في عالم شهود إلى آخره. فحاول شوي ينظمه من هالشي بس أنه ما عملوا إناف، ما عملوا إناف. طبقت. عم نحكي هلأ عن الدين وعن النساء. في فيديو أنت عملتي خصوصا بالطيار النسوي الإسلامي، وهذا الشيء أول ما حضرته يعني انهبلت، لأنه المفهوم مش يعني مش المفهوم الاستعماري، بس عادة العالم بتفكر إنه الإسلام والنسوية شغلتين تتناقض. بعتقد العالم بتفكر بشكل عام إنه الدين والنسوية بتناقضوا، وخاصة إذا بدنا نحكي عن الإسلام، لأنه الإسلام أوريدي الصورة تبعته إنه هو متعلق كتير بقمع النساء. شو يعني النسوية الإسلامية؟ أوكي. بفترة معينة لما كان يعني بآخر 100 سنة بعتقد صار في تفكير أكتر. هلأ كان في من لما طلع الإسلام يعني في محاولات للتجديد الديني أو محاولات للإصلاح الديني إلى آخره على درجات مختلفة، يعني مش بالضرورة متعلقة بوضع النساء، بس على أمور معينة بالدين. وبآخر 100 سنة شوي طلع عنا التيار الإسلام السياسي يلي متعلق أكتر ب الدولة الإسلامية الديمقراطية، ويلي هو كان عم يحاول ياخد شوية أفكار ومفاهيم ليبرالية أو ديمقراطية من التجارب السياسية الغربية ويدخلها ضمن الإسلام ليصير يعني قادر عم يعني ليصير هيدا التيار قادر عم يواجه هول الأنظمة المختلفة وياخد نوع من الشرعية قدام كمان العالم الغربي، وأنه نحن فينا نبني دولة تكون عم تحافظ على تقاليدنا الإسلامية وتراثنا الإسلامي بنفس الوقت تكون عم بتمارس ديمقراطية وفيها نوع من التقدمية لحد ما، أو بتتناسب مع العصر يلي عايشين فيه. قديش هول القصص التقدمية بيعتمد يعني على إنه شو أفكارنا عن التقدمية. النسوية الإسلامية تأثرت كتير بهيدا التيار، وبلشوا النساء من خلفيات مسلمة أو هن مسلمات أو تبنوا الإسلام لاحقاً، مهتمين بحقوق المرأة، مهتمين بحقوق الأقليات الجنسية، بيعتبروا حالهم نسويات أو لا، بلشوا يفكروا بأنه
في سؤال كتير أساسي بكل هالأمور يلي عم نعملها للإصلاح، اللي هو سؤال المرأة. وين المرأة من هالتقدمية؟ شو منعمل نحن إذا بعد القوانين أغلبها يلي بتسحب شرعيتها من الدين الإسلامي بعدها مضطهدة للنساء، وبعدها عم تعامل النساء كأقل من الرجل إلى آخره، وما في مساواة، وبعده عم يصير في عنف عم يتمارس تجاه النساء باسم الدين. فكيف فينا نفوت المرأة بكل هالكالكوليشنز يلي عم يعملوها؟ وبالتالي صاروا عم يفكروا بأماكن مختلفة من العالم، يعني مش بس بالعالم العربي، كان عم يصير بأماكن مختلفة بآسيا وبأفريقيا وحتى بالأفريكان أمريكان كوميونيتي، عم يفكروا بأنه كيف نعمل الإسلام يكون مودرن أكتر بوجه الرجعية وبوجه كمان الباكلاش يلي جاي عليه من قبل الأشخاص يلي مش مسلمين. ولقيوا انه في كذا طريقه ليعملوا هيدا الشيء، انه يوفقوا بين الايمان بالدين الاسلامي وبين الفاليوز او القيم المعينه اللي متعلقه بالعداله وبالاحسان اللي موجوده بالاسلام وبركز عليه الاسلام بشيء اسمه حقوق مرأة او عداله للنساء لاخره. وعملوا هيدا الشيء من خلال كذا طريقه، مثل ما ذكرت في واحدة منهم هي انه النصوص الدينية والتفسيرات الدينية المختلفة للآيات القرآنية أو للأحاديث يلي بتنقال عن الرسول أو باسم الرسول إلى آخره، طول عمرها كانت عم تتفسر من خلال رجال دين، مع أنه كان في يعني بفترة معينة أحاديث كانت تنقال على مثلا لسان عائشة زوجة الرسول، بس بنفس الوقت خلص آخر شيء كله صار عم ينقال ويتفسر من قبل رجال دين. وطبعاً بأي مكان عم نحكي نحن أنه في سلطة معينة موجودة بإيد هول الرجال وفي دين معين عم يحاولوا يفسروه، بدهم يفسروا هيدا الدين لينسب السلطة تبعتهم اللي موجودة بالمجتمع، بيقروا مثل ما بدهم بالضبط. وهيدا الشيء منشوفه وين مكان. فهول النسويات قرروا أنه أوكي ليش ما منتطلع على السياق يلي نقالوا فيها القصص أو انكتبوا فيه نزلوا فيها الآيات أو انكتبوا فيها الأحاديث، نشوف السياق السياسي والتاريخ تبعهم، شو كان عم يصير بهالوقت، شو الديناميات اللي كانت موجودة، مين يلي كان عم ينقل هالأحاديث، مين اللي كان عم يفسر هالأحاديث، شو قلن مصلحة من تفسير هيدا أو شو قلن مصلحة من أنه ينقلوا هيدا القصة، وهل في عندهم مصداقية فعلاً. وفاتوا بكتير أحاديث وقصص ونبشوا فيها ليطلعوا بأنه أوكي هيدا الحديث اللي بيقول المرأة لا تصلح لقيادة قوم أو ما بتصلح لأماكن أنه تكون هي حاكمة فيها، نزل بهيدا السياق وبهيدا التاريخ يلي هول الأشخاص كانوا عم يحاولوا أنه ينحوا امرأة عن الحكم، وبالتالي تم التركيز على هيدا الحديث وتفسيره ونشره وتعميمه إلى آخره. ففي مصلحة معينة موجودة هون عم تستخدم لليوم إنه لا تصلح امرأة لي. هلأ راح عن بال الحديث بس بس paraphrasing إنه ما في مرة بتصلح لأنه تكوت قوم. فهيدا الشق الأكبر من الشغل، إنه عم نرجع فعلا لهول الأحاديث ونفسرهم بطريقة بتاخد السياق بعين الاعتبار، لأنه السياق كتير مهم وبدنا نفسرها من نظرة بتطلع وبتاخد العدالة على أساسها. إذا في شيء بيتعارض مع العدالة فهو بيتعارض مع الدين بالنسبة له النسويات. من مكان تاني كمان استخدموا طريقة تانية كانت تقول أكتر أنه في قوانين موجودة بالإسلام معطات للمرأة ما عم تتطبق أساساً، فهو ليش وضع أنه أوكي بدنا تستل على القوانين يلي أنتوا شرعتوها من الإسلام. طب القوانين تبعت النفقة، يعني المصاري اللي بتندفع للمرأة بس تطلق، القوانين تبعت الحضانة، القوانين تبعت مثلا فكرة انه المرأة بحقلها تتقاضى على العمل المنزلي يلي بتشتغله، منا مضطرة انه تكون هي عم تشتغل بالبيت او ربة المنزل تعمل وتنظف الى اخره. بالاسلام طيب بيقولوا انه بيطلع للطالب بمصاري مقابل هيدا الشغل أو ما تشتغلوا بالمرة، مش شغلتها. طب مين عم يطبق هذا الشيء؟ ما حدا. إنه هديك المرة كنت عم طلع على الفيسبوك كان في كان في فيديو لشيخ عم يحكي عن هيدا القصة، إنه
المرأة فعليا منا مضطرة تشتغل بالبيت إلى آخره، فيها الطالب بمصاري مقابل هالشيء أو ما تعمله. شيخ عم يحكي بالموضوع، كل الكومنتس أنه من وين عم بتجيب هالحكي، وبعد ناقص آخر الزمن، وشو رأيكم ما بعرف شو تصيروا تقولوا أن المرأة رجال. كومنت من رجال أو كمان كان فيه كومنت من أكيد ما كتير ركزت يعني، بس الغالبية كانت رجال، أكيد في نساء، بس أنه يعني هذا بدلنا على قديش أصلاً بمجتمع أبوي أو ذكوري أو بميز تجاه النساء قديش صعب حتى لما يكون في رجال. يعني هذا ما بعتقد مع المساواة الشيخ يعني، بس عم يحكي عن شيء موجود بالدين. حتى هو وشيخ عم يحكي عن الموضوع، كتير صعب نصدق أنه في مكان للنساء أنه يكونوا مش شغلتهم الأساسية هي الطبخ والتنظيف إلى آخره. فكيف إذا عم نحكي عن نسويات عم يقولوا أنه هيدا الشيء موجود بالدين؟ يا جماعة بدنا نطبقه، إذا هالقد مهتمين بتطبيق الدين ليش بس بتطبقوا الأمور اللي بتتعلق بمصلحة الرجال؟ ليش بتنسوا الأمور يلي بتحكي عن المرأة؟ ما بيقروا كل شيء، نص بتنقي هيك شاربك. هو مشكلة اجتماعية أكثر من ما مشكلة دينية إذا إذا بتفكري فيها. إنه عم تحكي عن قراءة ذكورية أو أبوية، بس كمان في آيات بالقرآن بيستهدفوا مجتمع معين، مثلا مجتمع الميم عين، بيقولوا انه هذا شيء ضد الطبيعة وبيستهدفون. طب قراءة شيء وإذا ما نطبق كمان كل شيء اللي بنقابل القرآن شيء تاني، بس كيف ما نطبقه إذا بيستهدف مجتمع معين؟ هلأ في شغلتين متعلقة بهول الآيات اللي خصهم بقوم لوط. واحدة منهم انه كتير طلع الشيوخ حكيوا عن الشيوخ ومفكرين حكيوا عن قصة قوم لوط، انه كيف هي كانت بتتعلق بالاغتصاب يلي كان يصير. يعني القوم تبع نبي لوط كان عندهم مشكلة مع الغرباء يلي بمروا من المنطقة تبعهم، وكانوا كتير عنيفين وكانوا قطع طرق. وبيزيكلي اي حدا غريب بيمرق عليهم بيسرقوه بيغتصبوه بيعملوا كل هالقصص. فهيدي كانت احدى مشاكلهم، وهذا الاغتصاب كان يتم على اجساد رجال، اجساد رجال بنفس الوقت. وهيدي كانت احد الامور يلي كانت من المشاكل مع القوم تبعه لهيدا النبي، يلي كانت محرمه ونزل عليهم عذاب والى اخره. ففي التفسير يلي بيقول انه حتى قراءتنا للقصة غلط، عم تحولها لانه رجال مع رجال، بينما هو الموضوع بيتعلق اكثر بالاعتداء على اجساد الاخرين. بس في حدود تاني يعني، في عبر الزمن كان في هول قوانين ضد المثليين بشكل كتير واضح. ففي الجهة التانية اللي بتقول انه اوكي، بس كمان نزل الاسلام بمحل كان في عنا استعباد، وكان كتير عادي انه نروح بكل ما نعمل حرب ونروح على قبيلة تانية نجيب النساء تبعولهم ويصيروا خلص نسائنا، ونعمل سبي واغتصاب وإلى آخره، ونجيب عبيد وطبعا الإسلام شجع على أنه عتق الرقاب أو تحرير العبيد، يعني أنه كل ما تحرر عبد يعني it's something great. بس ما حرم يعني الاستعباد. بس نحن بمحل هلأ مين أي دولة، أكيد في استعباد بيتم عبر كتير طرق مختلفة مثل الكفالة وطرق عمل كتير سيئة وسجون وكل هالقصص. بس استعباد أو عبودية بشكل واضح وصريح، مين بيطلع هلأ بيقول الإسلام قالنا في عبودية يلا نرجع العبودية؟ نحن عايشين بمحل تغيرت نظرتنا وتعاملنا مع قصة العبودية، ليش ما بدنا نكون قادرين كمان نعمل إصلاح على الأمور اللي بتعلق بالأشخاص المثليين ومثليات عابرين إلى آخره؟ ليش ما يعني ليش الستاندرد أو التغيير بيمس بكل الأشخاص بس ما بيمس بالأشخاص النساء أو الكوريين إلى آخره؟ فهيدا أحدى مثل الردود يلي بتصير من قبل النسويات الإسلاميات على هيدا الموضوع بالأخص. وعم تتمارس النسوية الإسلامية يعني صارت mainstream الconversation ولا بعدها شوي مخبية أو مش كتير عالم عم بيحكوا فيها؟ ما بعتقد mainstream، بس في أماكن معينة مثل ماليزيا على سبيل المثال، في شغل جمعيات كتير هناك عم يشتغلوا على القوانين يلي خاصة بالأحوال الشخصية بالأخص. يعني
فقلهم أثر كتير بماليزيا اللي هي تعتبر بلد إسلامي. بنفس الوقت كمان له أثر كتير بالأماكن يلي فيها migrants أو مهاجرين من خلفية إسلامية، وعم يقدروا يعملوا التغيير ولو على مستوى المجموعات المغتربين. بعده التغيير it's still important، يعني بعده شيء yes، عم بيصير أكيد يعني. أكيد. وكمان إنه هو المشكلة نحن عنا بالمنطقة، يعني في عنا صراع، يعني من جهة أنا بلاقي في أهمية للنسوية الإسلامية لأنه بدي أضمن أفضل حياة ممكنة للنساء المسلمات، إنه ما يكون عم يندعس على أصواتهم ولا عم ينقرط من حقوقهم بحجة الإسلام أو الدين إلى آخره. من جهة تانية أكيد ما بلاقي إنه لازم نكون عم نعتمد على الإسلام للتشريع القوانين، يعني بدنا شيء علماني مختلف كليا أنسي يعني. فقديش بدنا نعمله مينستريمينج؟ بعتقد فينا نعمله مينستريمينج ثقافيا، وهيدا شيء بشجعه لأنه ثقافيا على القليل فينا نضمن إنه يصير التعامل مع النساء والحد من حريتهم وإعطائهم مساحة من الحرية إلى آخره أسهل. بس قانونيا إنه بشيل بعدنا. إنه بشيل إنه ما نعتمد على أي نص ديني لنشرع يعني. عم نحكي كيف يعني الدين أو الإسلام سوري النسوية الإسلامية it's عم يعني عم بتصير جزء من mainstream conversation، بس كمان الثقافة الاستعمارية على الدين الإسلامي شوي سلبية خاصة من ناحية الحجاب، لأنه في عالم بيفكروا إنه الحجاب شيء يعني أداة اضطهاد، بدهم يخبوا المرأة ما بدهم منها حرة، وفي عالم تاني بتقول لا بالعكس الحجاب بيحرر، الحجاب بيخلي المرأة تحس حالها بأمان. يعني شو بتعتقد مفهوم الحجاب؟ big question. لا big question. يعني أكتر شيء بعتقد العالم بتحب تناقشه هون خاصة بالمنطقة، لما نحكي عن وضع النساء غير جرائم الشرف هو الحجاب. ونحن عايشين بسياق شوي انه بلبنان منه مجبره من قبل الدوله الوحده تتحجب، بس في كذا درجه او في كذا مؤسسه وثقافه معينه بتشجع بطريقه اخرى النساء والفتيات الى اخره انه يتحجبوا. وفي مشكله بكيف بنحكي عن الحجاب بشكل عام كانه شيء شوي نظري. انا كنت محجبة لفترة طويلة واخترته انا انت قررت تشيلي الحجاب؟ انت قررت تحطه كمان؟ اوكي يعني ما حدا جبريك يعني؟ كنت صف سابع يمكن وحبيته كتير، وانا عايشة بمجتمع محافظ لحد ما بالمنطقة يعني اللي ربيت فيها، وثلاث أرباع الأشخاص وقتها بهديك الفترة يعني كانوا الأشخاص اللي من عمري وأكبر، خلص المرأة بعمر معين رح تحجب بالعيلة والمحيط إلى آخره. فبالنسبة لي كان شيء إنه part of my identity يعني. كنت مقتنعة إيه بدي أحطه وبدي أتقرب من الله وبدي أعمل كل شيء علي يعني، ما كان عندي مشكلة أبدا معه. فتشجعت وانعطيت جوائز يعني إنه في إنه وهيك congratulations وإلى آخره. وبعد كم سنة بس تغيرت علاقتي مع الحجاب بدي شيله. It's a completely different story إنه وين حقي بالاختيار إلى آخره، ومبروك إنه مارست حريتك بالاختيار، طبعا شيء مش موجود. ومع إنه آخر شيء شلته يعني وما تعنفت من أهلي مباشرة، بس صار في عنف على كذا درجة كتير حكي بالضياع يعني بالمنطقة بالمنطقة حكي من أصدقاء لقلي، أشخاص كتير تغيرت نظرتهم، أشخاص كتير عيبوني، وعالم تحس حالة أنه عندها الحق بأنه تسألني ليش أو تعتبني على الموضوع. بس ليه تغيرت علاقتك مع الحجاب؟ تغيرت علاقتي يعني بعتقد هو شيء كتير شخصي، بطلت حسه انه شيء ضروري وبطل جزء من هويتي يعني. بنفس الوقت
من جهة في الأشخاص يلي زعلوا، من جهة في الأشخاص يلي تعاملوا معي إنه أنا عملت شيء كتير كتير مهم، ومش عم بحكي إنه تعاملوا مع إني أخذت خيار هيدا شيء مهم، تعاملوا مع إني شلت الحجاب هيدا شيء مهم، وهو شيء كتير كتير كان مهين وقتها إنه أشخاص كانوا يعرفوني صار فجأة يشوفوني، إنه صار فجأة إنه they see me، إنه before ما كانوا عم ينظروا إلي إنه أنا ممكن يكون عندي أفكار، ممكن يكون إلي قيمة، ممكن يكون، يعني عم بحكي مثلاً أشخاص بالجامعة معي، عم بحكي أشخاص بأماكن معينة، تنظيمات سياسية، ما بعرف different cultures يعني subcultures، كأنه فجأة قبل كنت أتسمع الحكي أنا محجبة إنه أوف، بس إنه ما مبين عليك إنه بتفكري هيك أو إنه لأنا محجبة، وفجأة بس شلت الحجاب إيه أحسن إنه كنت مكموعة، إنه زي اللي إيه إنه يعني كنت ما بستاهل إنه أكون موجودة على الطاولة لأنه كنت محجبة، وفجأة صار إنه يسأل رأيي عن مواضيع معينة ورأيي له قيمة لأني شلت الحجاب. فهولي شوي إنه الشغلتين بيرمزوا إلى حد ما أو very symbolic للرأيين يلي بيقولوا أنه يا الحجاب هو شيء كتير empowering وينعمل بـ complete free will، أو الحجاب هو شيء كتير قمعي. وبعتقد حياة الأشخاص يلي محجبات إن كان يفرض عليهم أو بياخدوا الخيار أو الموضوع معقد أكتر من هيك بالنسبة لألهم، بعيد كتير عن هول الرأيين أو هول الجهتين. ما فيني أنا إجي بالمطلق أقول أنه هو خيار أو شيء أو هو شيء مفروض، لأنه بالنهاية حسب السياق اللي أنا عايشة فيه، هل هو شيء مفروض من قبل الدولة؟ هل هو شيء يعني في يكون مفروض إلى حد ما اجتماعياً؟ يعني ما في مثل أي خيار تاني لنقول أنه أنا شو بدرس بالجامعة أو أنا شو بلبس اليوم أو أنا أي نوع أكل باكل، هو شيء بالنهاية مأثر كتير بالبيئة اللي أنا عايشة فيها ومأثر كتير بالثقافة اللي عايشة فيها والتبعات تبعت أي قرار باخده. نفس الشيء الحجاب، إذا أنا حطيت الحجاب أنا وعمري بصف السابع هو كان خياري for sure and that should be okay، وكمان بنفس الوقت لازم أعترف أنه هو خيار مبني على البيئة اللي أنا عايشة فيها، يمكن إذا كنت ببيئة مختلفة ما رح يكون خياري for sure، بنفس الوقت كان المفروض يكون خياري لما قررت شيله. فأنا لما بدي أفكر إذا أنا عم فكر بالحجاب لأنه بتهمني لمحجبات أنفسهم، بدي أفكر بأنه كيف أعمل أو خلي هالخيار as free as possible من الضغوطات الاجتماعية والقانونية إلى آخره، واتعامل مع هالأشخاص إنه هن قادرين ياخدوا، عندهم agency، عندهم مساحة فيهم ياخدوا خيارات فيها ولو مأثرة بالثقافة تبعتهم. يعني مش لأنه مثلا واحدة عايشة بمجتمع كلهم حجابين ولبست الحجاب إنه بدي أجي إلا بس لا بس أنت مأثرة بهالموضوع خلص تلبس الحجاب بدها تشيله. أنا شغلتي إنه كون أمنة الثقافة بتسمح للوحدة تشيله بدون ما تعنف، بدون ما تحس بالضغط، بدون ما تحس بالشيم بالقهر إلى آخره. ونفس الشيء من الجهة الثانية لازم وقف أعمل إسقاطات معينة على الحجاب، إنه الحجاب بدلني على الشخص هو نفسه. أكيد بالنهاية في كتير أشخاص بيلبسوا الحجاب مثلا لنقول بسياق غربي، أشخاص بنات بيلبسوا الحجاب لأنه بالنسبة لهم بيعمل نوع من المقاومة أو بيساهم بتركيب الايدنتيتي طبعاً كأشخاص مهاجرين ومسلمين ببلد يمكن فيه إسلاموفوبيا أو فيه تمييز إلى آخره، فأنا بلبس الحجاب كستيتمنت. أكيد في يعني في الأشخاص يختاروا المعنى طبعاً، بس أنا مش المفروض كون عم بعمل إسقاطات على الأشخاص إنه لبس حجاب إذا أنت هيك. من الأساس ما لازم تعمل هيك إسقاطات يعني. إيه بالضبط. يعني ما في شيء غلط، ما في شيء صح، ما في شيء غلط، في بس خيار شخصي وحسب أنت وين بتكوني بحياتك فيك تاخذ هذا الخيار. والخيار الشخصي مثل كل شيء تاني مؤثر بالمحيط طبعاً. طبعاً. المهم ولا مرة نكون عم نسحب من الأشخاص قدرتهم على اختيار شيء معين، خاصة إذا ما عم يأذوا حدا تاني بالموضوع. Exactly. وكتير مهم نحن عنا يعني بلبنان بالأخص بشوف هيدا الشيء كتير، إنه
الحكي بس يتعلق بالحريات دغري بصب على الحجاب، انه مش من ناحية انه لازم نحكي عن الحجاب، لا لازم نحكي عن حرية انه نشيل الحجاب بس بدنا، لازم نحكي كمان لازم نحكي انه في مؤسسات كتير ما بتقبل اشخاص محجبين يشتغلوا فيها لانه بدهم شكل معين. بنفس الوقت كتير بشع لما مثلا في هيك مينستريم فيمينيزم بتحكي عن الحجاب على انه هو وجود الحجاب بمجتمع او عدم وجوده هو الدليل على تحضر المجتمع او دليل على قديش المجتمع تحرر الى اخره، وهذا الشيء مش مزبوط. فهذا كمان اجان بدل على اسقاطات نحن بنحطها على النساء ومنعملهم كانه بنجردهم من انسانيتهم لما ننزل هيدي الصوره تبعت انه كلهم نساء محجبين ووحده شايله الحجاب ومضوي وهن كلهم اسود وابيض، انه هيدي المتحرره شي. ايه هيدي كتير موجود الصوره انه هيدي الشخص المتحرر هي اللي شايله الحجاب وهن غلط. وي ار بيوند والصور نمطيه ايه انه الشيء نصوي هيدا كده ايه. بس كمان اذا بدنا نفكر بالعلمانيه اللي بدنا اياها في فرق بين ايه في فرق قصدي في فرق بين علمانيه عم تفصل عم تعتمد على الدين لتشريع القوانين وعم تعامل المواطنين او الاشخاص اللي موجودين بدوله بشكل مساوي بغض النظر عن الدين تبعهم، وبين دوله عم تستخدم العلمانيه بشكل معين. عم يعني كتير صعب علي اتقبل انه بدنا نطلع على الاشخاص هالقد مجردين من الأمور يلي بتعبر عن حالهم. مشان هيك في يعني كتير ناس بلبنان بيخافوا من الدولة العلمانية لأنه بيفتكروا أنه رح نطبق مثل دولة علمانية بفرنسا، يعني ما خصهم ببعضهم، في دولة علمانية وفي دولة علمانية، مش معناتها أنه من نهار للتاني بلبنان رح نمنع الناس يروحوا على الكنيسة أو على الجامع أو هن إذا جاء بالهم أنه ما فيهم يصلوا أو شيء. لا، ما خاص الدولة العلمانية بلبنان وبالعالم العربي ودولة علمانية مثل بفرنسا غير شيء، غير موضوع. مش هيك في خوف بلبنان على الطلب تبع الدولة العلمانية، لأنه بيستعملوا فرنسا كنموذج، بيخافوا أنه إذا بالطبقة العلمانية جزء من هويتهم رح تروح وكانوا يصيروا على ذات المستوى. كان في كمان بفرنسا من كم سنة صار في كمان كيف بتقول لاميري وين في الماير وين في البلد رئيس البلدية يعني المير طبعا كل انه ما زال هيدي دولة علمانية ما مفروض تحطوا الكريش على نويل بكريسماس، يعني ما مفروض إذا دولة علمانية وبدكم تلحقوا مثل ما أنتوا بتفكروا ما مفروض تحطوا ينكريش هيدا بالبيت، لا بالبلدية عم بالبلدية بالبلدية لأنه دولة علمانية غير تفكير يعني. أكيد هل هيدا التفكير كمان حول الحجاب كمان بيطبق على النقاب هوليك؟ كمان مرة تانية هو حسب السياق، يعني حسب السياق. ما بعتقد في فرق. اللي بلاقيه يعني أنا كمان بالنسبة لي هيك I play with the idea أو ما كتير بعرف وين بوقف من ناحية أنه في أماكن معينة وجهنا لازم يكون موجود، بس غير هيك ما بعتقد اصلا الاشخاص يلي من القبط مثلا ما رح تحط وجه على الاي دي ولا رح باماكن معينه تقول لا ما فيني اشيل وجه لاسباب امنيه، وهي هيدا الحجه يعني يلي تستخدم. وفي فرق كمان كبير بين انه انا عايشه بدوله عم ينفرض علي النقاب او عائلتي عم بتفرض علي النقاب، هل بمنع النقاب او بعطي نوع من الحمايه للاشخاص يلي بدهم يشيلوا النقاب، او حتى فيني اقول انه يعني تعاملنا ما بعتقد هالقد مختلف. مره تانية بيرجع للحكومه، يعني الوضع مثلا بالسعوديه هو مفروض النقاب غير وضع وحده مثلا اسلمت اوروبيه وقررت تحط النقاب، وبنفس الوقت ما بدي جردهم الاثنين من انسانيتهم انه احكي عن الموضوع على انه بهيدا السياق دائما هيك بهيدا السياق دائما هيك. كنت عم تحكي كيف يعني لازم نراجع النصوص الدينيه ونفكر يعني نفكر فيهم بسياق تاني،
بعرف انه عند المسيحيه صار في نهضه بعتقد بالقرن ال17، صار في تغيير بالثقافه بالفن بالاقتصاد. بتعتقد هلا كمان عم تشوف اوائل نهضه اسلاميه؟ وين حسب البلد فرجيني وين بس اتليست يعني اي منطقه. اول ما شفتك عم تحكي عن التيار النسوي الاسلامي شفت انه اوكي كل هول النصوص الدينية فينا نرجع نراجعهم، فينا نرجع نفكر فيهم بطريقة تانية، فينا نشوفهم نسلط الضوء عليهم بطريقة تانية. What gave me hope، أعطتني أمل، لأنه it's not rigid anymore، مش أنه خلص مكتوبة هيك قراءتها هيك لازم نلتزم فيها، لا فينا نرجع. وهذا الشيء منه عيب، هذا الشيء ما بيعني أنه منك مسلمة أو منك مسيحية أو حيالله شيء، لا it's okay to progress. صعب نقول انه في نهضة او ما في نهضة اسلامية، لانه اول شيء ماني خبيرة بالموضوع. تاني شيء الاسلام مليون اسلام صار، يعني حسب وين انت، اسلام دولة، اسلام مجتمع، اسلام الى اخره. وعم نلاحظ مثلا هلأ بالسعودية مرقت فترة كان الإسلام معين معتمد على الصحوة، كيف فسروا الإسلام وكان رجد أكتر. هلأ بس تغير، بس إجا بن سلمان كل اللي كانوا عم أو كتير من الشيوخ اللي كانوا قبل عم يفسروا الدين بطريقة معينة، عم تتعلم بالمدارس، عم تحاسب النساء على أساسها، انحبسوا وصار عم يصير في نوع جديد من الإسلام بيتناسب كمان مش مع أنه ولا عم نعمل نهضة بالإسلام، بيتناسب مع مصالح سياسية ومع مصالح اقتصادية معينة وانفتاح معين بدها إياه السعودية. هذا الشيء بيصير بكتير بلدان تعتمد على الإسلام بشكل أساسي. فصعب نقول أنه عم بيصير في نهضة، لأنه مننا بعالم أنه العالم globalized بس الأديان مننا globalized. وما في connectedness بين الإسلام بالأماكن المختلفة. وبعتقد الهدف أو كيف فينا نستخدم النسوية الإسلامية اليوم متعلق أكتر بقديش بدنا نفتح مساحة للتغيير، وقديش بدنا نفتح مساحة للأشخاص بأنه يكونوا أنفسهم، يكونوا قادرين ما يحسوا بالذنب من خلال مذاهبهم أو اعتقاداتهم الدينية. لأنه في كتير أشخاص بهم الدين يكون بحياته أكيد. وكبرت ببيئة الدين كتير أساسي بحياته، ما بدها تحس أنه هيدا الشيء بيتعارض مع جزء منه أو أسلوب حياة عيشته ما عم يأذي التانيين، وما في تفسير منطقي ليش أنا بدي يكون عم بتحاسب على هالأساس. ونفس الوقت في كتير نساء عم تتطلق، عم تنحرم حضانة، عم تزوج، عم تغتصب باسم الدين، القوانين يلي بعدها حكمتها عم تنفرد عليها بحجة انه الدين هيك هيك. فالهدف النهائي هو انه يكون في هيدا المساحة من السلاسة والتغيير يلي بتحمل اشخاص بتعطي نوع من الحماية والأمان والراحة النفسية مع الإيمان بنفس الوقت مع أسلوب الحياة اللي عايشينه. هيدا الهدف، مش إنه كتير صعب نعمل نهضة هلأ بأي دين. يعني بصرنا بمحل إنه it's not the time for religious changes، بعتقد يعني قد ما هو تغييرات عم تصير على على صعد أقل يعني من إنه شيء عم يصير عالميا. بعتقد الثيم اليوم هي إنه نخلق مساحات أمان للأشخاص يقدروا يحكوا عن حيالله مشكلة عندهم إياها، أو مش ضروري مشكلة، عن موضوع عادة في تردد يحكوا فيه. وكمان كنا عم نحكي كيف الثقافة عم تتغير، وحكينا عن الثورة الجنسية شو صار بالسبعينات، وهلأ بالقرن الواحد وعشرين كمان صار في تغيير جذري بالثقافة اللي هي The Me Too Movement. الMe Too Movement غير مفهوم إذا بدك العلاقة بين الرجال والمرأة، أو حتى الرجال والرجال أو المرأة والمرأة، بس ما بعرف بأي إطار، بإطار الاجتماعي، بالإطار الشغل، بكل المحلات. بس في كتير عالم بتقول إنه الميتو أو حركة الميتو صار عندها كمان طبع سلبي، صارت العالم تفكر إنه هول الأشخاص ليه بهذه الحركة بدهم يستهدفوا رجال، بدهم ينزلوا فيهم، بيكرهوا رجال مثل ما نسمع كل دايما الوقت. دايما عن النسوية كمان زيت الشيء، لأنه it's a feminist movement.
في أجندة عالمية. في أجندة. أنا حكيوني بعثوا لي واتساب قالوا لي أنه بدك تشاركي حملة. كتير كنت مركز معي. عم نحكي بس كنا كتير سيريوس ولا عم نحكي. لا يعني بس ليش العالم هيك عم بتفكر؟ وهل هيدا الشيء لازم ناخذه بعين الاعتبار ولا هو الثمن بندفع لأنه صار في تغيير جذري بالمجتمع؟ هذا مزبوط. شبح الميتو هيدا. شبح الميتو. يمكن أول مرة يعني أول مرة بتاريخنا الحديث بتكون النساء قادرة تحكي عن أمور هالقد كانت تعتبر خاصة بالنسبة لها بالحيز العام. يعني الميتو موفمنت جوهرياً عم تحكي عن أمور أو تفاعلات معينة إلى سياق أو طابع جنسي، وهذا الشيء كان دايماً هيك يتلملم. يعني بس بدنا نحكي عنه هيدا شيء خاص، هيدا شيء منخليه بالبيت، هيدا سر. يعني إذا صار بالبيت كمان مصيبة، إذا من عائلة أو من أهل إلى آخره هيدا شيء بضل بنطاق العائلة. نفس الشيء لما بدك تحكي عن مثلا تجربة طلعتي على ديت وحدا أنه عاملك بطريقة كتير مش مريحة، رح ينقال لك أنه هيدا أنه it's part of dating life. إذا سكرتي وتعرضت لاغتصاب it's something you pay، يعني هيدا شيء بصير. يعني it's your fault. حسب شو كنت لابسة. حسب شو كنت لابسة. كان في كامبين بلبنان وكتير عملنا إنه تطبيع لقديش بصير في أمور بتحسس النساء بعدم الارتياح وما فيهم يحكوا عنه. وفجأة طلعت الميتو، وطبعا إنه سبب رئيسي ليش هالقد أخذت ضجة هو أنه كانت عم بتصير بمكان مثل هوليوود اللي هو له صوت عالي. يعني وبس يعني بس بطل هيك بمحل فانتسي بمحل خيالي مثل هوليوود وصار عم ينزل أكتر على أماكن مثل صداقاتنا جامعتنا عائلتنا إلى آخره، العالم عم تحكي أكتر عن هول التجارب، في خوف طبيعي طلع اللي هو أنه كيف بقى بدنا نتعامل مع بعض. يعني انه كيف انا بحس حالي انه مش متحرش. بس بنفس الوقت بعتقد الخوف الاساسي كان اكتر من انه كيف النساء عم تحكي عن هالامور يلي كل عمرنا كنا عم نعملها كشي خاص وشي لازم ينسكت عنه. وفجاه صار الواحد بده يفكر مليون مره انه انا شو عامل بحياتي، انا شو الانتر اكشنز اللي عملتهم. افتكر كل الشباب وكل الرجال فكروا اذا شي مره هن عاملين شي غلط من هو بعد الموفمنت. لا هو انه كمان شي لذيذ يعني. انه نصير اكثر ننتبه للاذى يلي ما كتير. يعني هي فكرة انه عم نفكر يا الله بلكي تصرفت بطريقة غلط، لانه طبعين نحن كتير امور فعليا بتحسس بعدم الارتياح الاشخاص. بنفس الوقت انه هيدا الخوف بعتقد كتير مبالغ فيه، لانه فينا يعني فينا نخاف قد ما فينا، بس انه مش صعب انه تفلرت بدون ما نكون عم نحسس حدا بعدم ارتياح. في سياق معين لنكون عم نتغزل بحدا، في أمور معينة ما المفروض نكون عم نقولها إلا بسياق معين، إذا في معرفة مسبقة بيننا، إذا حاسين إنه اللحظة مناسبة. مش بحال الوقت يعني هي العالم اللي عم تطلع تحكي قصصها مش إنه والله كانت بسياق فليرتيشس وفجأة قررت تقلب الحديث. يعني أكيد في عالم تقلب الحديث، مش أكيد في في عالم بنات ونسوين إنه بس هو قديش مقارنة ب يعني مين بده يفوت حاله بدوامة إنه عم يألف قصص. يعني قديش هيدا الخوف قديش مبالغ فيه كمان مقارنة ب قديش أشخاص عم تكذب، ومن جهة تانية قديش في عالم عم ينحكى عنه وعم تطلع قصصها وعم تتحسب فعلا، أو قديش في أشخاص من اللي عم تنحكى قصصها عم تاخد أي نوع من العدالة. يعني إذا عم نتطلع عالميا الأرقام مثلا قديش عم يتقدم شكاوى تحرش مقابل قديش آخر شيء عالم عم تتحاسب، بعتقد أقل من 10%. شايفة رقم قبل بس هيك شيء أقل من 10% من العالم يلي بيتقدم عليها دعاوى تحرش واغتصاب تتحسب آخر شيء. وين ما كان بالعالم؟ وين ما كان بالعالم. فكيف بالأماكن اللي أصلاً ما فيك تقدمي يعني تحرش، وبالأماكن يلي بسبب موقعك الاجتماعي ما فيك تروح تقدمي.
فهذا الخوف انه لما نركز عليه دايما صراحة عم نبعد كتير عن المشكلة الأساسية، واللي هي هلأ صار في وقت النساء قادرة تحكي، وبدل ما نكون عم نركز على مخاوف الرجال يلي هي ما عم تعمل ما عم تسبب أذى حقيقي فعليا، مفروض نكون عم نركز شو عم نعمل بهالقصص، وين عم نوصل، أي نوع من العدالة عم نحقق. وهذا الشيء كمان ما بيلغي النخوة الشيفلري، يعني بس لأنه أنت هلأ عم بتواكبي هذه القضية النسوية، مش يعني خلاص ما لازم تفتح بواب، ما لازم. لا أنا بحب لما بفتحوا لي الباب، أو إذا بيعزموني على العشاء أول مرة أول ديت، يعني ما خص يعني هيدي المشكلة. It's the over feminism أوقات بيضر الفيمينيزم، أنا بلاقي يعني هو منه هو over feminism تعتبره ولا شيء تاني؟ يعني أنا لقلي النسوية طريقة تفكير وكيف بتتعامل مع الناس، وكيف كيف رجال بيتعامل مع النساء، وكمان كيف النساء بيتعاملوا مع النساء كل يوم بحياتهم يومية. يعني كيف انت بتتعامل مع مرتك او مع بنتك وهيك، بس بعدين اذا بدك تطبقها على كل طرف حالة في الحقيقة بحياتك غير موضوع. يعني فيني أنا أكون نسوية يلي هو أنا نسوية، وفيني كمان إذا بدي روح أتعشى مع رجال أو أعطي نصيحة لوحدة من رفقاتي إنه إيه ليش لا من أول ديت هو يازمك، مش معناتها انه عم بيزلني. يعني بعدين it's a game، انه هيدي لعبة بين رجال ومرأة او مرأة ومرأة او رجال ورجال، في seduction في كل شيء، وكل واحد بيتصرف مثل ما بده. مش معناتها اذا مرأة قبلت او بنت قبلت من شاب يعزمها على العشاء اول مرة معناتها هي منا نسوية. يعني كمان التصرفات بالمجتمع غير شيء، كل واحد بيتصرف مثل ما بده. هو في شيء يعني بعتقد أنا الأشخاص لما يحكوا عن قصة إنه عزيمة على ديت أو شيء حدا عم يدفع عن حدا، هي مش يعني بالنهاية أنا بتمنى نوصل لمحل يصير الموضوع مبني على الطبقة، يصير الحدا اللي معه مصاري أكثر يدفع، بس خاصة هلا خاصة هلا ترجع البنك ستيتمنت أو ترجع ديت بس هو أكثر معتمد على إنه في ثقافة متجذرة موجودة ولا ما بتطبق بكل حالات، بس احيانا هيدا الشيء الطبيعي اللي منفكر فيه انه في كتير اشخاص بيعتبروا انه اذا عم يدفع لك يعني you owe him something، خلص صرت مدينة لقله بشي، لانه هي اساسا فكرة انه البروفايدر هو الرجال او الرجال هو الحدا المعيل يلي بيدفعه هيك، لانه خلص عم تنحط بخانة الحدا يلي عم يهتم فيه يلي عم يعطيك هالقصص المادية مقابل الخدمات يلي عم تعطيها، يا إن كان شغل بيت أو جنس أو إلى آخره، يعني كنت زوجة أو غير زوجة. نفس الشيء لما نحكي ديت، يعني هي العالم ليش بتفكر إنه ما بدي يندفع عني، بعتقد أكتر خوف من إنه هلأ الشخص التاني إذا دفع عني يا عم يحسني إنه أنا مش قادرة أدفع عن حالي، يا بده يحسسني إنه إن كيس دفع عني في شيء متوقع مني، إنه أنا إذا رفضت مثلاً أرجع معه على البيت أو رفضت يصير شيء بعدين أو انزعجت يمكن لازم خبي الانزعاج تبعي لأنه I owe him لأنه دفع لي عن أمور معينة. مش كل العالم يعني أكيد مش كل الأشخاص بتفكر بهالطريقة، بس هو خوف مبرر. يعني بس الحمد لله أنه مش كل الرجال هيك ومش كل البنات بفكروا هيك، لأنه في بعد شو قلت انت شيفلري الجالونسي يعني الحمد لله مش كل الناس بيفكروا هيك، لانه كمان في عوايد وفي قصص، مش انه اذا لانه اذا اليوم شاب عزم بنت على العشاء فيها تعزمه تاني نهار انه المرت البعضه، يعني فيها تقول له بطريقه انه اوكي عزمتني اليوم بعزمك انا هيك بعمل مرت الجاي، يعني هيك كمان هو انه بيتاكد انه في مره تانية وهي بتتاكد انه في مره تانية، انه اتس ا جيم سيدكشن تتهضم أسهل بعتد لما بتقولي لبنت أنه أوكي أنا حعزمك هالمرة وما ترجع أنت بتعزمين، هيك بتأمن استمرارية العلاقة، أنه there's going to be an actually no هذه transaction هذه ما لازم تصير.
لا في يصير ترانزاكشن طالما طالما متفق عليه من اثنيناتهم قبلانين يعني لا اثنيناتهم متفقين. كمان كنا حكينا فيها مره مع ساندرين عطلة في ضعف بالحكي بين الاهل واولادهم ليفسرولهم وفي ما في تربيه جنسيه وما في كل هالقصص. انت باي بروجكت بدي اي بروجكت وعلى فتره بطلتي بس كنت كوردينيتور تبع سيكشوال هوت لاين ولانه اعتبرته بهالفتره انه في نقص كتير مهم بالتربيه الجنسيه وفتحتوا هالهوت لاين لتحكوا عن مواضيع مش بس لتحكوا لتتسمعوا كمان على نساء بدهم يتفنوا ويحكوا عن قصصهم ويتفهموا كمان بكتير قصص. بعدها هون السكشوال هوت لاين معمولة للبنان بس أو إيه هو بلبنان مش سكشوال هوت لاين سكشواليتي هوت لاين سكشواليتي هوت لاين ما بيقدم سيرفس إتس فاني لأنه كتير في أشخاص بيسألوني سكس هوت لاين أنا أنه لا إتس سكشواليتي دونت إكسبكت إنه إيه الخط الساخن للجنسانية بعده موجود كتير بحب العربي قديش الخط الساخن هيك فيه إكسايتنج الخط الساخن ايه موجود واتساب وموجود هلا بنحطه بالديسكريبشن اكيد للاشخاص 7668 0620 there you go زبطت معي كل يوم الناس حتى اذا برا فيهم يبعثوا واتساب فيهم يبعثوا واتساب أوكي. كمان في ايميل للهوتلاين هو hotline@theaproject.org كمان اذا اشخاص بفضلوا باي ايميل فهو متاح يعني it's based بلبنان بس متاح للأشخاص من العالم العربي بالأخص كتير أحيانا بيجينا اتصالات من مثلا أمريكا أو شيء and we're like في كتير organizations هنيك you know إنه خلونا اللي عم فإيه فالهدف منه طلع أكتر من إنه المعلومات اللي خاصة بالصحة الجنسية والإنجابية والعلاقات واللذة إلى آخره دايما محصورة بمؤسسات معينة المؤسسات الطبية والنفسية إلى آخره أو أنه مضطرة أنا فوت على جوجل كل ما أعمل شيء وأقعد بنك لحالي أنه شو عم بيصير والمعلومات اللي على جوجل أنه فيها تكون كتير منيحة بس بالنهاية ما منا مهيئة للسياق اللي أنا عايشة فيه صح. فكان الهدف منه انه يبطلوا هول المعلومات محصورين بايادي الاشخاص اللي يعتبروا اكسبرتس يصير موجودين اكثر بايادي يعني الاشخاص المرشدات اللي بيحكوا على الهوت لاين ما بنطلب انه اشخاص يكونوا من خلفيه صحيه او طبيه الى اخره او دكاتره بيعملوا تريننج قبل اكيد بيعملوا تريننج وهن يعني they got chosen على أساس قديش مهتمين بالأمور اللي خاصة بالعدالة الجنسية والإنجابية والمساواة إلى آخره ف it's people who are passionate about these things اللي عندهم علاقة مباشرة مع أهمية هيدا المعلومات بفهمنا لأجسادنا وبفهمنا لعلاقاتنا وإلى آخره فالخط الساخن it serves a purpose انه الاشخاص يلي عندهم اسئله عن وسائل منع الحمل الالتهابات المنقوله جنسيا STIs الحمل الاجهاض العنف بالعلاقات اللذه الى اخره يكون في مكان قادرين يسالوا فيه ويتحدثوا فيه بصوت عالي مع حدا تاني يمكن بيعرفوا اكثر منهم بامور معينه بس بنفس الوقت هن كمان مهتمين بهالقصص ويكون مساحة ما فيها judgment مساحة منا medicalized مش كأنه فاتي عن دكتور وعم بنسأل مليون سؤال ما خصهم بالشي اللي أنا بدي إياه وما عم بنسمع على الأمور اللي أنا حاسة إنه إلا علاقة فعم ناخد هالمعلومات والمعرفة من الخبراء ونعطيهم للأشخاص يلي عن جد إلهم علاقة يعني هن أصحاب القرار هن أصحاب هالأجساد وبنفس الوقت في هدف تاني اللي هو كمان نعمل إحالات أو ريفيرلز إذا الأشخاص عم يدوروا على مقدمي رعاية صحية جنسية أو إنجابية كمان ما رح يكونوا judgmental رح يكونوا الأسعار طبعا مقبولة ما رح
ما رح يعملوكي بطريقة مختلفة إذا كنت عاملة منزل مهاجرة أو ترانس أو مثلية أو إلى آخره، أو ما معك كتير مصاري أو عم تمارس الجنس ومنك مزوجة إلى آخره. فكمان هول الأسماء أو الريفيرلز بناخدهم كمان بناء على ريكومنديشنز من أشخاص اتصلوا فينا قالونا والله أنا اليوم رحت عند هالدكتورة وكانت كتير لذيذة ومهضومة، وقلت لها أنه عملت سكس بلا كوندوم، ما قالت لي لا كيف تعملي هيك ومش مقبول ونهاية العالم و... في دكاترة هيك؟ في دكاترة أكيد بعتقد وصلنا على آخر البودكاست، ويعني كتير حبيت أنا هذا الحديث اليوم، يعني تعلمت كتير قصص وصرت أرجع أفكر كمان بأمور ما كنت فكر فيهم بالطريقة، وبعتقد هذا هو هدف البودكاست، هذا هو هدف سردي، أنه نحكي عن مواضيع العالم بتحكي فيها بهالإطار بهال بهيك definitions بهيك طريقة مش على التي في رح تحكي ما زرقنيك كيف ما جرى رح نقول أنه في عطب بصوت مدري شو مثل ما سمعنا هديك المرة على الام تي في. فنشكرك على السردي وفي سؤال نحن عادة نسأله شوي هيك مطلق تثبت vague، بس مع كل شيء اللي حكيناه هل أنت بتعتقد إنه في أمل؟ هلا خطرت براسي فيروز. أوكي. حلوة الغنية. إيه بعتقد بدون الأمل ما في عازة لأي شغل نعمله، يعني نحن عايشين تحت أنظمة بتحسسنا إنه لازم نؤمن إنه ما في أمل، ولازم نؤمن إنه ما في شيء غير الشيء اللي عايشينه هلا، لأنه إذا أمننا بالpossibility إنه يصير في تغيير هذا دافع بحد ذاته لأنه نكون عم نقتل عن من الصورهم. فإيه في أمل، بأمن بالأمل والأمل شيء مهم. فإذا ما في أمل عم نكون عم نساهم بالنظام الأبوي، فلازم يكون في أمل بكل أنظمة كل أنظمة القامعة. سارة أدورة شكرا على السردة وكرم الأشخاص اللي بدون اللي أوكي وين فيهم اللي أوكي وشو بيكتبوا على الأونلاين. عندي قناة يوتيوب حكينا سوي، موجودة على إنستغرام كمان حكينا سوي HAKINASAWI صح، هلا بنحطهم كمان. وكمان بشجع تابعوا مشروع الألف The A Project، والمكان اللي بشتغل فيه وجمعية كتير بشتغل على العدالة الإنجابية، يعني عن جد صار الشغل اللي عم تعمل بيعقد وما فينا can't stop thanking you. Thank you. ميرسي شكرا.